السلام عليكم يا جماعه، رجعنا لكم بفيديو جديد جامد فشخله. طبعا مقلب في احمد، كل ناس كتير قالت لي اعمل مقلب في احمد وكده. قبل اي حاجه هشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات، اول حاجه. تاني حاجه هتروح على قناه احمد زين العبد لله، تشترك فيها في الديسكريبشن تحت، هتخش تشوف اخر فيديو هيعجبك اقسم بالله، هتشترك لي فيه وتظبط القناه وتعمل لي لايك وكل حاجه. قول لهم فكره المقلب شويه عشان ايه الكاميرا. فكره المقلب بقى المفروض ان انا عازم الرجاله دي عندي اللي هو كريم واخوه احمد، فقلنا ان اليوم ما يعديش كده هنعمله مقلب في مين؟ في احمد. فانا عملت ايه؟ جبت الوش الرعب ده، بصوا والله العظيم شكل لو انا جاي لك على فجاه هنخوف فعلا. والله انا نفسي خفت منه، واللي يخوف اكتر اه جاب ازاي كده، انت شايف حاجه قدامك في ايه ده فيسو. ايه ده قد انت ما تهزرش، هنبقى عاملين كده يا جدعان. بس هو عايزين نخلوه في الوضع الافتراضي بتاعه، يعني ازاي نعيشه الواقع. يعني كريم هيرن عليه يقول انت فين وبتاع، تعالى انا مرعوب وخايف والحكايه والروايه وكاني وماني، فينجز ويجي. يعني حاسس والله انا خايف يا جماعه وكده عشان ايه؟ عشان يعني يشوف الوضع عشان يستعجله شويه وبرضه يجي وهو مقلق شويه. أيوة. وصلت. عايزين بقى نطلعوها على السطح بالطريقه. نطلعوها على السطح بالطريقه. هنطلعوها على السطح، تقول له بقى في اصوات فوق حاجه بتتكلم. هنقول له في حاجه فوق، طب تعالى كده عشان نشوف الايه. سيبه فوق واقفل الباب وانزل واجري او اعمل اي حاجه. وانا بقى استخبى في اوضه كده ولا نجيبه في الاوضه اللي تحت؟ المهم اللي احنا نرعبه يا جماعه. هو اصلا وربنا جبان جدا، هو اصلا جبان خواف جدا. واحنا هبصوا يا جماعه، احنا يعني في ناس بتحبه قوي لدرجه انها قالت لي اعمل فيه المقلب ده، فاحنا هننفذ كلام الناس ده. واي حاجه يا جماعه عايزين نعملها مقلب في اي حد، اي حد في الكومنتات، اي حد انا بره عني، اي حد بره عني بره عني ماشي. رنوا عليه، يلا بينا، يلا رنوا عليه. ودلوقتي يا جماعه المفروض ان كريم هيرن على احمد علشان ايه؟ عشان المقلب، عشان المقلب، عشان اقول له بقى ايه ان انا خايف وكده وتعالى يلا انجز عشان ايه زين هيروح يجيب لنا اكل وكده. لا ما تقولوش كده، تقول له ان انا واقف في البلكونه تمام وسامع صوت اشباح او سامع صوت مش مريحني، تعالى انجز بسرعه عشان هو خايف عشان ايه برضه يجي وهو ايه يعني مرعوب سيكه كده برضه. بالظبط تمام. وانا مقابلينه بقى سيبهولي. لا سيبهولي انا، لا سيبهولي انا، سيبهولي انا، سيبهولي انا. يلا بينا، يلا بينا. الو الو، ايوه احمد، انت فين؟ ايه انت فين؟ انا في الشارع اهو يا عم. يلا يا عم. طب يلا تعالى عشان هنصور، ما انت عارف انجز انت اللي. يلا خلاص ماشي انا جاي. يلا 5 دقايق وقتين عندك. وزين راح يجيب اكل اهوت وجاي. ايه زين راح يجيب اكل وجاي، بس في حاجات غريبه يا احمد بتحصل في البيت. ايه اللي بيحصل يا عم؟ ايه اللي فيك؟ مش عارف في بسمع اصوات غريبه كده في البيت وكده. يا عم انت صغير، انت صغير يا كريم. مش عارف يا احمد، مش عارف ايه يا كريم. اقعد يا كريم واسمي ده كده، مفيش حاجه. والله العظيم انا خايف يا احمد وحاسس ان في حاجه هنا، مش عارف في ايه. جاي يا احمد جاي بسرعه يا احمد، بالله عليك بسرعه بسرعه، بالله عليك. ها شايف ايه؟ في ايه؟ في بسرعه تعالى بس. خلاص ماشي انا جاي. يلا يلا سلام. بسرعه والنبي. سلام. انت هتلفش خالص ولا ده هخليك تعمل بيبي بيبي وتريتي وكل حاجه. A few moments later. دلوقتي يا جدعان بقى انا هحضر نفسي لايه؟ من المقلب. عقبال ما البسك كم فرحه كده. ايوه ايوه وماله قطعته ايه او ايه ده؟ كاني طالع من الحمام. حلو حلو سليب كاني ايه. وهعمل ايه بقى؟ هيجيبه من وهو طالع على السلم، وفي ثانيه اروح اثبت الكاميرا ورا الخشب. عمره ما هشوفه. وريني. عايز اجيبه وهو طالع لي على السلم. شكلي مرعب برضه يعني. وريني كده. وده بقى حبيبي انا. يلا بينا يا جماعه، بقى طالع على السلم. تطلع. طبعا يا جماعه احمد طالع دلوقتي على السلم، فدلوقتي انا عايز اطلع زين بسرعه على السطح فوق علشان يبقى نعمل فيه المقلب. يلا بينا. يلا فوق بينا. صممت. اطلع انت بقى، اطلع انت. ولا احمد بلاش يا عم، اسمع مني انا بلاش. ادي الحاسه صار ده، اسمع مني بلاش يا عم. والله ما في حاجه، اطلع بس تعالى. طب اطلع انت الاول. ايه اطلع انت الاول يا عم. انا تعالى تعالى اطلع يا عم. خايف ليه من اللي انا شفته؟ اهو سمعت ايه؟ مش انا قلت لك ان في حاجه جوه؟
قومه ازاي؟ بقناع من غير قناع؟ ايه؟ من قناع؟ لا من غير قناع، من غير قناع. بسرعة بسرعة بسرعة. احمد في ايه اللي في اخوك ده؟ ماله يلا؟ ايه الدم اللي على دراعه ده؟ ايه الدم ده؟ ايه الدم ده؟ ودماغه متحوره من ايه؟ طب ايه ده طيب؟ امسك 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 على ما ينزل يجيب له ميه. طبعا يا جماعه دلوقتي احنا بنخلص الفيديو، وطبعا شوف زي ما انتم شايفين كده انا اتعورت ايه ده يا جدعان، رشيت عليه دم، ده دم غزال، ده لون يا جماعه، ده لون دم غزال. تمام؟ انا رشيت اول ما طلع حاسس ان انا عفريت وزرفت الزروف. عشان مين؟ عشان كل ده عشان نغبي الاستاذ ده ونخليه ايه شوفوا بيحبني ولا لا. بس بصراحه طلع بيحبني يا جماعه. طبعا يا جماعه احمد، بص يا جدعان مش عايزك تزعل، احمد طيب وغلبان والله العظيم واخونا الصغير، عايز في الفيديو انت مش زعلان، انت بس ايه معانا بس المره، عايز اقفل الفيديو وانت مش زعلان عشان بس صاحب المقالب ديو ديو عشان اعمل فيك مقالب ياما. زعلان ولا لا قدام الناس؟ يلا والله لا معرفش زعلان. طب اتفل يلا. وكده يا جماعه الفيديو خلص، انزلوا بقى اشتركوا في القناه يلا، وما تنسوش تشتركوا في قناه زين احمد زين. بص يا جدعان القناه اللينك بتاعها في الديسكربشن، اللينك في الديسكربشن، ادخلوا اشتركوا فيها يا جماعه، اشتركوا واتفرجوا على الفيديو يا جماعه. الفيديو